بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة إن شاء الله بالمحاضرة الستة، وهنفكرك في بدايتها بالفيرست رول أوف ثيرمو داينامكس. طبعا أنا كاتب هنا الصيغتين، الصيغة اللي هي قبل الانتجريشن والصيغة اللي بعد الانتجريشن، يعني دلتا كيو هي الهيت added أو removed من الغاز لحظيا، بينما الكيو هي total heat added or removed من الغاز. وعرفنا في المحاضرة اللي فاتت امتى كل ترم يبقى positive وامتى كل ترم يبقى negative وامتى كل ترم كمان يبقى بزيرو. طالما احنا السيستم اللي عندنا بيكون عبارة عن غاز دايما، فعلشان كده هنبدأ نتكلم على الايديال غاز. القانون اللي بيحكم الايديال غاز بV بتساوي nRT، الP ده البريشر غاز، البريشر اوف غاز، وطبعا ده بيكون بالباسكال. الV ده فوليوم الغاز بالمتر كيوب. الN وده الجديد عندنا هي النمبر اوف غاز مولز. دي اللي عايزين نفهمها، يعني ايه النمبر اوف غاز مولز؟ يعني عدد المولات اللي بيحتويها الغاز. المول هو كمية بتعبر عن الكوانتيتي اوف غاز، يعني كمية الغاز ممكن اقدرها بالماس وممكن اقدرها بالنمبر اوف ايه مولز، عدد المولات. المول الواحد من الغاز هو عبارة عن كمية من الغاز تحتوي على عدد افوكادرو من الموليكولز، والماس بتاعتها بتساوي الموليكولر ويت للغاز. يعني لو عندي 1 مول من اي غاز، ال1 مول ده يحتوي على عدد من الموليكولز يساوي عدد افوكادرو، والمول ده يوزن الماس بتاعته هي نفس الموليكولر ويت بتاع الغاز بالجرام. تمام، يعني هنا عندنا لو عندي 2 مول من الأكسجين لو كان عندي 2 مول من الأكسجين ثواني نجيب البوينتر، ده معناه ان انا عندي كمية من الاكسجين الماس بتاعتها 64 جرام. 64 كيلو جرام ده لو انا بتكلم على الكيلو مول، لا انا بتكلم على المول. عندي 2 مول من الاكسجين، ال 2 مول من الاكسجين دول عبارة عن كمية من الاكسجين الماس بتاعتهم 64 جرام، وبيحتوي على عدد من الموليكولز. العدد ده من الموليكولز بيساوي افوكادرو نمبر في 2. يعني الرول اللي اقدر اجيب منه النمبر اوف مولز ده عبارة عن الماس اوف غاز، كتلة الغاز اللي عندي بالجرام، على الموليكولر ويت اللي هو بيديهولك في اي رقم. تمام، يعني لو عندي 4 جرام من الهيدروجين دول يمثلوا 2 مول، لان الموليكولر ويت للهيدروجين بيساوي 2، وهكذا. تمام، طبعا انا بتكلم على المول وليس الكيلو مول. المول اللي احنا هنشتغل بيه بجيبه من القانون ده، والماس بتاعت الغاز بتكون بالجرام. تمام، ويمكن دي الحته الوحيده اللي بنشتغل فيها بالجرام، اقدر اجيب النمبر اوف ايه مولز. تمام، الار هنا هي عباره عن الغاز كونستانت وبيساوي 8.314 جول بير مول كلفن، وده بيبان من الرول اللي فات. البي باسكال نيوتن على متر سكويرد، الفي بالمتر كيوبد. نيوتن على متر سكويرد في متر كيوبد يعني نيوتن في متر يعني جول، يبقى الار جول لكل ان يعني لكل مول لكل درجه كلفن. تمام، هي دي اليونتس بتاعه الايه الار، وده بيكون كونستانت لجميع الايه الجاسس. تمام،
لو انا جيت اقارن 2 مول من الهيدروجين بواحد مول من الاكسجين، مين اللي ليه ماس اكبر؟ الواحد مول من الاكسجين ده عبارة عن 32 جرام. الواحد مول من الاكسجين 32 جرام، بينما الاثنين مول اوف هيدروجين دول عبارة عن 4 جرام. يعني اللي الماس بتاعته اكبر المول الواحد من الاكسجين، لان الموليكولار ويت بتاع الاكسجين 32 بينما الموليكولار ويت للهيدروجين ب2. فلو قلت عندي 2 مول من الهيدروجين والام بتاعته ب2 يبقى الماس بتاعته 4 جرام، بينما لو عندي مول واحد من الاكسجين والموليكولار ويت بتاعه 32 يبقى الماس بتاعته 32 جرام. بينما الاثنين مول من الهيدروجين يحتوي على عدد افوجادرو مضروب في 2، بينما المول الواحد من الاكسجين يحتوي على عدد افوجادرو مضروب في 1. يعني الواحد مول من الاكسجين فيه موليكيولز اقل من الاثنين مول اوف هيدروجين، بينما المول اوف اكسجين الماس بتاعته اكبر من الماس لاثنين مول من الهيدروجين. ما تنسوش، ودي بكرر عليها تاني، ان بيساوي ام على ام، بحيث الام هي ماس الجاز مقدرة بالجرام، علشان دي هنبقى نستخدمها في مسائل بعد كده، على الموليكولار ويت اللي هو بيدهولك في البروبلم. يبقى احنا كده اتكلمنا على الرول اوف ايديال جاز وعرفت كل ترم فيه، عملت لك خط كده علشان تفصل. هنبدأ نتكلم على حاجة جديدة برضو مرتبطة بالايديال جاسز، الهيت ادد تو جاسز. طبعا انا اعرف ان اي حاجة اعمل لها هيتينج التمبريتشر بتاعتها تزيد او تتحول من حالة لحالة، تتحول من فيز لفيز ده مش موضوعنا. انا بتكلم بقى دلوقتي على هيت ادد لاي جاز هتعمل ايه؟ هترفع التمبريتشر لهذا الجاز. الرول اللي انا كنت بستخدمه في اول محاضرة اخدناها كان كيو بتساوي ام سي دلتا ثيتا، والسي هنا كان اللي اسمها specific heat. انت لو دورت في اي مرجع على specific heat للاكسجين هتلاقي عندك قيمتين، واحدة اسمها CP والتانية اسمها CV، يعني الجاز ليه تو specific heats. specific heat اسمها CP و specific heat اسمها CV. لو انت شفت قيمة CP لمجموعة من الجاسز هتلاقيها مختلفة، لو انت شفت CV لمجموعة من الجاسز هتلاقيها مختلفة، لكن لو انت شفت الفرق ما بين CP و CV دايما هتلاقيه ثابت، يعني CP بتتغير من جاز لجاز والCV كمان بتتغير من جاز لجاز، لكن لكل الجاسز الفرق ما بين CP وCV بيساوي مقدار ثابت. تعال بس الأول نفهم ايه هي CP وايه هي CV. يقول لك دلتا كيو الهيت ادد او الهيت ريموفد في الهيتينج او الكولينج بتساوي ان سي بي دي تي، ده لو بتعمل هيتينج او كولينج للجاز ات كونستانت بريشر، يعني محافظ على البريشر ثابت. والدلتا كيو بتساوي ان سي في دي تي لو بتعمل هيتينج او كولينج للجاز، بس الكلام ده ات كونستانت فوليوم. زي ما قلت لو قفلت الشبابيك والباب للأوضة اللي احنا فيها وبدأت أسخن الهواء اللي جوه الأوضة
واضح ان انا بسخنه at constant volume، لان الحجم حجم الهواء اللي جوه الاوضه ثابت. ساعتها الهيت required، الهيت المطلوبه للتسخين NCV/dT، واستخدم CV اللي هو specific heat بيسموه at constant volume. بينما لو انا فتحت الابواب والشبابيك وبدأت اسخن الغاز اللي جوه الاوضه، طبعا كل ما سخن الغاز الغاز بيتمدد براحته لاني فتح الابواب والشبابيك، بينما ضغط الهواء اللي جوه الاوضه بيبقى ثابت، واحد اتموسفير ضغط جوي. هو ده اللي انا بسميه heating at constant pressure. فهو ده الرول NCP/dT، ده الرول اللي انا بستخدمه لو بعمل تسخين او حتى تبريد تحت constant pressure. بستخدم CP اللي هنسميها specific heat لكنها at constant pressure. معنى كلامي ان الغاز ممكن اعمل له heating او cooling طبعا، بس بطريقتين مختلفتين. اسخنه تحت ثبوت الضغط at constant pressure، واقدر اسخنه تحت ثبوت الحجم at constant volume. والهيت المطلوبة هنا لا تساوي الهيت المطلوبة هنا، ده لان السي بي مش بيساوي السي في. والسي بي لأي غاز بتعتمد على نوع الغاز، يعني بتختلف من غاز لغاز، والسي في برضو قيمتها بتتغير من جاز لجاز. لكن زي ما هنعرف بعد كده ان الفرق بينهم ثابت، وهو الار اللي هو الجاز كونستنت. يبقى السي بي والسي في متغيرين حسب نوع الجاز، لكن الفرق بينهم ثابت لجميع الغازات اللي هو الجاز constant R. السي بي بتسمى مولر specific heat at constant pressure. ليه سميتها مولر؟ لأن هنا أنا مستخدم في الرول N number of moles. الرول اللي أنا خدته في المحاضرة الأولى كنت مستخدم معاه M الماس، فالسي بي هي كمية الهيت اللي بديها لكل مول، عشان كده سميتها مولر سبيسيفيك هيت. بينما السبيسيفيك هيت القديمة اللي خدناها في أول محاضرة دي كانت الهيت المعطاة لكل 1 كيلو جرام، علشان كده بسميها سبيسيفيك هيت فقط، لكن هنا مولر سبيسيفيك هيت. وطبعا اليونت بتاعتها جول لكل مول درجة كلفن. وهنا السي في مولر سبيسيفيك هيت ات كونستانت فوليوم. ده اللي انا كنت بقوله، السي بي والسي في ديفايند از الهيت ريكوايرد تو انكريز التمبريتشر لواحد مول من الغاز، مش 1 كيلو، لا 1 مول من الغاز، باي 1 ديجري بدرجه واحده. ات كونستانت بريشر لو انا بعرف سي بي، ات كونستانت فوليوم لو انا كنت بعرف سي في. وزي ما قلت CP و CV have different values for different gases، بيتغيروا من جاز لجاز، بس دايما الفرق بينهم بيساوي constant value for all gases، الفرق بينهم ثابت لجميع الغازات. الثابت ده اللي هو R اللي هو الجاز constant، وطبعا ده ثابت لأي ideal gas. خد بالك تبقى السي بي اكبر من السي في طبعا، تمام. ولو انت جبت الريشيو ما بين سي بي وسي في، الريشيو دي بتسمى جاما، ودي مشهوره قوي وهيبقى ليها عليها تطبيقات في المحاضره النهارده بعد كده. الجاما تساوي سي بي على سي في، طبعا بالمنطق سي بي اكبر من سي في تبقى الجاما اكبر من 1، ومنطقي جدا جدا. سي بي وسي في
الفرق بينهم ثابت، يبقى هل النسبة بينهم ثابتة؟ تعال نجرب لعبة كده. لو سي بي ب12 سي في ب4 الفرق كام؟ 8، و12 على 4 يبقى فيها كام؟ 3. طيب لو سي بي ب16 وسي في ب8 برضو الفرق بينهم 8، بس 16 على 8 تساوي كام؟ 2. معنى كلامي إن جاما بتتغير من غاز لغاز، ليه؟ لأن استحالة في الرياضة يبقى عندك قيمتين الفرق بينهم ثابت، وكمان النسبة بينهم تبقى ثابتة. أي رقمين الفرق بينهم ثابت هتلاقي النسبة بينهم عمرها ما تبقى ثابتة، النسبة بتتغير. تمام؟ طيب يبقى كده إيه؟ فهمنا الجزء ده. هنيجي نتكلم دلوقتي على الورك بالتفصيل. هنتكلم على الورك بالتفصيل، هنشوف ايه الايكويشنز اللي اقدر اجيب منها الورك، ايه الرولز اللي احل بيها البروبلم لو طلب الورك. فانا هفترض عندي هنا سلندر مليانة بالجاز، السلندر دي مزودة ببستون مكبس، وجوه السلندر زي ما قلت غاز. هأثر على البستون ده بفورس، الفورس دي هتحرك البستون ده مسافة صغيرة قوي دي اكس. تمام؟ في التجربة كلها لو اعتبرنا اللي انا بقوله ده تجربة، المفروض البستون هيتحرك مثلا من هنا لهنا، هيتحرك مسافة كبيرة، لكن أنا هدرس البستون ده لما يتحرك مسافة صغيرة جدا 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 اسمها إيه؟ جي إكس. حتى أنا يمكن مكبرها على الرسم، لكن في الحقيقة جي إكس دي مسافة صغيرة قوي هيتحركها البستون ده. عايز أسأل بقى إيه الورك اللي ببذله علشان أحرك المكبس مسافة صغيرة قوي مقدارها جي إكس؟ طول عمر الورك يساوي الفورس في الديستنس، يبقى الفورس F في الديستنس اللي أنا حركت بيها البستون اللي هي دي اكس، ده يطلع لي الورك. بس ده الورك اللحظي علشان أنا درست التجربة لحظيا، ولحظيا اتحرك البستون مسافة صغيرة قوي دي اكس، نتج عن كده أن أنا بذلت ورك برضو مقداره صغير اللي هو دلتا ايه دبليو. طيب دلوقتي لو انا قلت ايه الريليشن ما بين البريشر والفورس، البريشر بيساوي الفورس على الاريا، يعني اقدر اشيل الفورس واكتب البريشر في الاريا، يبقى الورك بريشر في اريا ده بدل الفورس في دي اكس. طبعا الاريا هنا هي الاريا المقصود بها مين؟ الكروس سكشن اريا للبستون للمكبس اللي هي الكروس سكشن اريا للسلندر. تمام؟ واللي هي طبعا بتبقى شكلها سيركل دائري، ده الكروس سكشن اريا للبستون اللي الفورس بتاثر عمودي عليها. طيب يبقى انا جبت الدلتا دبليو بي في ايه؟ في جي اكس، ده الورك اللحظي. لو انا سالتك الحيز ده، لا سوري، الحيز ده كله أو اللي أنا ماشي عليه ده، ده يمثل إيه؟ الانيشيال فوليوم للجاز. طيب والحيز ده الجزء ده يمثل الفاينل فوليوم للغاز، الحجم النهائي. طب الجزء بقى ده، ده التغير في الحجم، التغير في حجم الغاز بعد ما ضغطته. وطبعا واضح ان التغير ده زيادة في حجم الغاز ولا نقص؟ نقص. الغاز كان حجمه كده، اصبح الفوليوم بتاعه كده، يبقى هو ده اللي تشينج، ده الديكريز ان فوليوم.
والفوليوم ده الجزء ده اجيبه ازاي؟ cross section area A في GX، يعني الـ A في GX اللي موجودة هنا اقدر اشيلها واكتب GV، ده الـ change في الفوليوم للجاز. لو عايز اجيب الـ total work اقدر اقول ان الـ work يساوي integration of BGV، يعني اعمل integration للـ GW سوري للـ delta W اقدر اجيب الـ total work done اللي هو integration BGV. في الحتة دي على فكرة في ملحوظة، الرول اللي بيقولك ان الورك يساوي الفورس في الديستانس ده ما اقدرش استخدمه الا اذا كانت الفورس ثابته. فعلشان كده انا لما طبقت الرول ده طبقته على حيز كبير ولا حيز صغير، طبقته على دي اكس فقط وده حيز صغير، لكن انا لو طبقته على التجربة كلها من اول ما يكون المكبس هنا لغاية مثلا فاينالي ما يوصل هنا المسافة دي كبيرة، الفورس اللي بأثر بيها ممكن تتغير وساعتها ما اقدرش استخدم الرول ده، لكن اقدر استخدم الرول ده على رينج صغير مسافة صغيرة علشان الفورس ما تكونش لحقت انها تتغير. يعني انا لما اكبس المكبس من هنا لهنا مسافة صغيرة، مسافة صغيرة قوي جي اكس، اقدر اعتبر ان الفورس تقريبا ثابتة واطبق الرول، لكن ما اقدرش اطبق الرول من اول المشوار لاخره لان الفورس ممكن تتغير وما اقدرش ساعتها اعتبرها ثابتة. المهم اللي انا وصلت له ان الدلتا دبليو الشغل اللحظي الانفينيتيزمال ورك دان بي جي في، والتوتال ورك دان التوتال ورك اللي انا عملته او اللي الغاز عمله بي جي في انتجريشن بي جي في. اوكي، لو انا طبقت الكلام ده على الايديال جاز، اول بروسيس هتكلم عليها اول عمليه كونستانت فوليوم، يعني عمليه بعملها ومحافظ على الفوليوم ثابت. طالما الفوليوم كونستانت الجي في بزيرو الفوليوم ما بيتغيرش، يبقى الورك يساوي زيرو علشان الجي في بزيرو زيرو في اي حاجه يدي ايه زيرو. لو كانت البروسيس ات كونستانت بريشر يعني البي هو اللي ثابت، ساعتها اقدر اطلع البي بره الانتجريشن ككونستانت، اعمل انتجريشن للجي في يطلع في 2 ماينس في 1، يعني الرول اللي طلعته هنا يستخدم لو كانت العملية constant volume. لو العملية اللي بعملها سواء heating أو cooling تمت خلال constant pressure process، يعني كانت عملية تحت ثبوت الضغط pressure ثابت، يبقى الورك في الحالة دي B V2 minus V1. تمام؟ أما لو كانت العملية isothermal، isothermal معناها التمبريتشر هي اللي كونستانت، الورك بيساوي انتجريشن بي جي في، لا البي ثابته ولا الفي ثابته، ما اقدرش اعمل انتجريشن في تو فاريبلز، لازم يبقى في فاريبل واحد متغير واحد في الانتجريشن بس. انا اعرف ان البي في تساوي ان ار تي، يعني اقدر اشيل البي واكتبها ان ار تي على في، وده اللي انا هعمله. يبقى الورك يساوي integration of nRT على V dV. يبقى دلوقتي أقدر الـ N والـ R والـ temperature أطلعهم برة ثوابت، الـ N والـ R دايما ثوابت وهنا الـ temperature نثبتها لأني قلت إن العملية isothermal، هيبقى integration dV على V تمام. ناسي ال V اللي هنا جي في على V، وطبعا انتجريشن جي في على V ده بيدي لين V، بعوض باللي فوق ماينس اللي تحت، يعني لين V2
ماينس لين في 1 اللي هي تطلع لين في 2 على في 1. تمام؟ معنى كلامي دلوقتي ان انا عندي 3 رولز اقدر اجيب بيهم الورك. 0 ده لو كان الفوليوم ثابت، بي في 2 ماينس في 1 ده لو كان البريشر ثابت، اما لو كانت التمبريتشر ثابته فقدرت اجيب البي بدلاله التمبريتشر والفوليوم، عملت الانتجريشن طلع الرول الثالث اللي بيستخدم في العمليه الثالثه اللي هي الايزوثيرم. في كلمه كررناها اكتر من مره اللي هي بروسيس. يعني ايه بروسيس؟ البروسيس دي هي عباره عن عمليه بتنقل الغاز من initial state P1 V1 T1 لفاينل ستيت اللي هي pressure 2 volume 2 temperature 2. تمام؟ هي عمليه بتنقل الغاز من حاله ابتدائيه لحاله نهائيه. طبعا العمليه دي ممكن تبقى heating او cooling او compression او expansion. تمام؟ بس حتى لو heating، الهيتنج ممكن يكون at constant volume أو at constant pressure. الكولينج برضو ممكن يكون constant volume constant pressure. وحتى الكمبريشن لما أضغط غاز ممكن أضغط الغاز بأكتر من طريقة، هنشوفها بعدين. وبرضو لو عملت expansion للغاز تمدد، التمدد ده ممكن يتم بأكتر من طريقة. يعني ممكن كمان البروسيسز اللي انا قلتها دي تتقسم بعد كده لكونستانت فوليوم او كونستانت بريشر او كونستانت تمبريتشر اللي هي بسميها ايزو ثيرمال. المهم ان اي بروسيس بتنقل الغاز من انيشال ستيت الى فاينل ستيت. وعلى فكره الرول اوف جاسز اللي هو الرول بتاع الايديال جاسز ده ممكن يتطبق على الـ initial state B1 V1 تساوي nRT1، أو أقدر أطبقه على الـ final state B2 V2 تساوي nRT2. طبعا الرول ده ما يتطبقش على بروسيس، البروسيس يبقى فيها 1 و2، لكن ده يتطبق على state، يتطبق على الـ initial state أو ممكن يتطبق على الـ final state. تمام؟ طيب كمثال لو انا قلت ان بي في بتساوي كونستانت، بي في سكويرد بتساوي كونستانت، بي في تو باور 1.5 بتساوي كونستانت، التلاته ايكويشنز دول التلاته ممكن يكونوا بيوصفوا عمليه كومبريشن. يعني البريشر بيزيد فالفوليوم بتاع الجاز بيقل، يعني التلاته يطلق عليهم compression بس بطريقة مختلفة. طريقة تغير ال V مع ال P مختلفة من عملية لعملية لعملية تالتة. تمام؟ BV بتساوي constant ده يتمثل بكيرف، BV squared بتساوي constant ده يتمثل بكيرف آخر، ال BV to power 1.5 يتمثل بكيرف مختلف عن الاتنين اللي فاتوا. كويس؟ يعني دول بيعبروا عن تلاتة بروسيسز مختلفين لكن اسمهم كومبريشن. تمام؟ قايل لك هنا ان كل ايكويشن فعلا بتعبر عن بروسيس مختلفه، والثلاثه بيتكلموا على نفس المبدا، البريشر بيزيد الفوليوم بيقل، يعني البريشر والفوليوم انفرس مع بعض تناسب عكسي لكن بطرق مختلفة. تمام؟ وزي ما قلت لك برضو ان كل equation من دول بتمثل curve في البي في diagram، يعني لما ترسم البي مع الفي كل واحدة بتمثل curve مختلف عن التاني، يعني كل واحدة من دول تسمى عملية مختلفة different process. تمام؟ طيب احنا قلنا ان الورك in general في جميع الاحوال في جميع العمليات integration of B dV،
وطالما انتجريشن بي دي في اقدر امثله بالاريا تحت الكيرف، الكيرف اللي مرسوم ما بين بي وفي. تمام، انا راسم هنا ثلاث مسارات، ثلاث كيرفات مختلفين. واحنا عرفنا بقى طالما كيرف وكيرف وكيرف مختلفين عن بعض يبقى دول بيمثلوا ثلاث عمليات مختلفين، 3 different processes. طبعا مش هما اللي انا كنت كاتب الايكويشن بتاعتهم قبل كده، لكن دول يعتبروا ثلاثة different processes مختلفين. تمام، اي نعم كلهم compression، البريشر بيزيد، البريشر بيزيد والفوليوم بيقل. V1 وB1 ده الانيشال ستيت، والV2 والP2 دول برضو عبارة عن الفاينل ستيت. دول ثلاثة بروسيسز مختلفين، تمام، لكن الثلاثة زي ما قلت بيتسموا كومبريشن. وطالما ان الورك بيتمثل بالاريا تحت الكيرف، فالاحظ ان الاريا تحت الكيرف الاولاني كبيرة، الاريا تحت الكيرف التالت صغيرة قوي. يعني الورك اللي اتبذل في البروسيس الاولى غير الورك اللي اتبذل في البروسيس التانية غير الورك اللي اتبذل في البروسيس التالتة، على الرغم من ان التلاتة بروسيسز بدأوا من نفس الانيشال ستيت وصلوا للغاز الى نفس الفاينل ستيت. معنى كده ان الورك بيعتمد على نوع البروسيس اللي بتنقل الغاز من انيشال الى فاينل ستيت. تمام، فانا قايل هنا ان الورك يعتمد على نوع البروسيس اللي هي بتنقل الغاز من انيشال لفاينل ستيت. يبقى علشان كده بسمي الورك بروسيس فانكشن. كلمه بروسيس فانكشن يعني فانكشن تعتمد على نوع البروسيس. تمام، يبقى الورك بيعتمد على نوع العملية، يبقى علشان كده بسميه دالة عملية، process function. إثبات تاني إن الورك فعلا يعتبر دالة عملية، process function، إن أقدر أجيب الورك من كام رول؟ ثلاثة. ده حتى هذه اللحظة عندي ثلاثة رولز أقدر أجيب بيهم الورك. فالسؤال، هل أستخدم الرول الأول ولا الثاني ولا التالت حسب نوع العملية؟ يعني أستخدم أي رول to get the work، ده depends على type of process، نوع العملية اللي هو هيقول لي عليها في البروبلم. تمام، يبقى الورك بيعتمد على نوع العملية، علشان كده زي ما قلت سميته process function. طب بالنسبة للهيت، طب ما هي الهيت كمان اقدر اسميها بروسيس فانكشن لانها تعتمد على نوع العمليه، بدليل لو طلب منك الهيت لو كانت البروسيس ادياباتيك فده بزيرو، لو كانت البروسيس كونستانت فوليوم ان سي في دي تي، لو كانت كونستانت بريشر بروسيس ان سي بي دي تي. تمام، يبقى طالما عندي اكتر من رول كل رول بستخدمه في بروسيس مختلفة، فعلشان كده الهيت بسميها بروسيس فانكشن، يعني تعتمد على نوع العملية. يعني حتى هذه اللحظة أخدنا عمليتين، سوري أخدنا تو فانكشنز، الفانكشن الأولى اللي هي الورك ودي طلعت بروسيس فانكشن، والفانكشن الثانية اللي هي الهيت ودي كمان تعتبر بروسيس فانكشن. الاثنين بيعتمدوا على نوع العملية، can be calculated from different rules، أي رول أستخدمه حسب نوع البروسيس. اتكلمنا على الهيت واتكلمنا على الورك وطلعوا إن الاثنين بيتسموا بروسيس فانكشن، بيعتمدوا على نوع العملية، نوع البروسيس. طيب عايزين بقى نتكلم على الديو اللي تشينج ان انترنال انرجي، وهنا هنتكلم على مثال يمكن نفهم منه ايه الفرق ما بين دلتا كيو
أو الورك وجيو. جيو واضح إنها مختلفة عن الورك والهيت. في إيه؟ بالنسبة لأي واحد فينا لما بيشتغل أي عمل، الفاكتورز اللي بتحكم العمل ده حاجتين: الشغل اللي بيشتغله، مقدار المجهود يعني اللي بيبذله، ومقدار المرتب اللي بياخده، العائد اللي بياخده. هما ده حاجتين اللي بيحكموا أي عمل بيختاره البني آدم. فلو أنا قلت عندي اتنين شخصين أخين، الأولاني نزل الصبح معاه 5 جنيه وراح اشتغل شغلانة معينة تعب فيها جدا، بذل فيها شغل رهيب جدا جدا، بذل ورك كبير، لما رجع كان معاه 50 جنيه. فلو جيت سألتك ما هو مقدار التغير في اللي معاه 45 جنيه، أخد تاني نزل الصبح برضو كان معاه الصبح 5 جنيه، اشتغل وظيفة، اشتغل شغلانة بسيطة جدا ما بذلش فيها أي ورك، ما بذلش فيها أي مجهود، ولما رجع كان معاه 50 جنيه. يعني اللي اتغير اللي معاه مقدار التغير في اللي معاه 45 جنيه. الخمسة واربعين جنيه دي سواء هو أو أخوه اعتمدت على إيه؟ هل اعتمدت على نوع العملية اللي هو عملها؟ لا، اعتمدت على حاجتين: كان معاه كام وأصبح معاه كام. 5 جنيه بقى معاه 50، التغير مقداره 45، بغض النظر عن نوع الوظيفة اللي اشتغلها. لكن الشغل اللي اتبذل في الوظيفتين هل متساوي؟ لا، ده هعتمد على نوع الوظيفة. زي الورك بالظبط، الورك بيعتمد على نوع العملية، بينما التشينج في الانترنال انرجي يعتمد فقط على الانترنال انرجي انيشيالي كانت بكام واصبحت بكام، بغض النظر عن نوع البروسيس اللي نقلني من 1 إلى 2. فعلشان كده الجيو بيسموها state function not process function، state function، لأنها بتعتمد فقط على الانيشيال والفاينل ستيتس. دلتا يو بتساوي انتجريشن جي يو، بتساوي ايه؟ يو 2 ماينس يو 1 اللي كان متحوش قبل كده اهو، واللي متخزن في النهاية اهو، المتخزن في النهاية ناقص اللي بداية، يبقى هو ده ايه؟ التشينج في الانترنال ايه؟ انرجي. تمام؟ يبقى علشان كده الجي يو بسميها state function. ويبقى تلخيص الكلام: البروسيس function depends على ايه؟ depends على نوع البروسيس. زي مين البروسيس function؟ زي الهيت وزي الورك. بينما الstate function depends على ايه؟ depends على فقط الانيشيال والفاينل ستيتس، لا تعتمد على نوع الايه؟ البروسيس. وتلاحظ بقى الرمز دلتا ده دايما بيترمز بيه الى البروسيس فانكشنز، والستيت فانكشن جي يو جي بي جي في جي تي كله عباره عن جي. الجي ده الرمز بتاع الستيت فانكشنز. يعني الستيت فانكشنز زي ايه؟ التشنج في الانترنال انرجي، تشنج في البريشر، تشنج في الفوليوم، اللي تشنج فيه التمبريتشر. بينما كان عندي هنا البروسيس فانكشن اللي هي تعتمد على نوع البروسيس اللي هي الهيت والايه والورك. على فكره ساعات بسميها باث فانكشن. باث فانكشن يعني تعتمد على شكل المسار. ما انا قلت لك لما شكل الكيرف يختلف كانك غيرت من نوع العمليه. يعني مسار الكيرف هو نوع اللي بيحدد نوع العمليه. يعني لما اقول لك الورك يعتمد على نوع العمليه يعني يعتمد على مسار الكيرف. علشان كده الورك والهيت
أقدر أسميهم process functions، وأقدر كمان أسميهم path functions. تمام؟ طيب تعال نحسب ديو ده على أساس إن ديو state function فلازم تعطى من رول واحد، عكس البروسيس فانكشنز بيعطوا من أكتر من رول. يعني أنت هتضطر إنك تحفظ أكتر من رول للهيت، تستخدم رول واحد منهم حسب نوع البروسيس، وهكذا الورك هتحفظ أكتر من رول، هتستخدم أي رول منهم حسب نوع الورك. بينما الستيت فانكشن الرول اللي بقدر اجيب منه الستيت فانكشن هو رول واحد، رول واحد يستخدم في جميع البروسيسز لانه لا يعتمد على نوع البروسيس لكنه يعتمد فقط على الفاينل والانيشال ستيت. طيب ليتس جيت ديو، خلينا نعمل بروف نطلع منه التشنج في الانترنال انرجي. بما ان دلتا كيو بتساوي ديو بلس دلتا دبليو، ده الفيرست رول اوف ثيرمودايناميكس. لو كانت البروسيس كونستانت فوليوم، انا لما قلت دلتا كيو بتساوي ديو بلس دلتا دبليو ده جنرال رول، تمام، لان الفيرست رول اوف ثيرمودايناميكس قانون عام يستخدم في اي حاله في اي عمليه. انا بقى هنا هخصص كلامي، لو كانت العمليه كونستانت فوليوم فساعتها دلتا دبليو اللي هي بتساوي بي دي في هتساوي زيرو، لان دي في بزيرو، والدلتا كيو اعوض عنها باي رول من الرولز الثلاثه ان سي في دي تي، ده على اساس ان الهيت هنا ات كونستانت فوليوم، ادد او ريموفد ات كونستانت فوليوم. طيب اعوض بقى في الرول ده، الرول اللي هو الفيرست رول، اشيل الدلتا كيو وعوض بيها ان سي في دي تي. الديو مش هشيلها لان انا ببحث عن الديو فهعوض بيها، الورك هعوض عنه بزيرو، يطلع الديو بيساوي ان سي في دي تي. الرول ده مستنتج من سبيشال بروسيس، الرول ده مستنتج باستخدام عمليه خاصه اللي هي الكونستانت ايه فوليوم، لكنه يستخدم في جميع البروسيسز. ليه؟ لان دي يو ستيت فانكشن لا تعتمد على نوع البروسيس. معنى كلامي ان لو كانت البروسيس كونستانت فوليوم دي يو تساوي ان سي في دي تي، لو كانت كونستانت بريشر تساوي ان سي في دي تي، لو كانت ادياباتيك دي يو تساوي ان سي في دي تي. لو اي بروسيس في الدنيا وعايز التشينج في الانترنال انرجي يبقى ان سي في دي تي. طيب تعال نجيب دي يو مره تانيه بس بطريقه مختلفه. هبدا برضو بالفيرست رول اوف ثيرموداينامكس، دلتا كيو بتساوي دي يو بلس دلتا دبليو. لو كانت البروسيس المره دي كونستانت بريشر، ايه اللي اقدر اعمله لو خصصت كلامي ان البروسيس عندي كونستانت بريشر؟ اول حاجه الدلتا كيو اعوض عنها بايه المره دي؟ بان سي بي دي تي، تمام، ده الدلتا ايه كيو. طيب عايز اعوض بقى عن الورك، والبروسيس هنا constant pressure، اقدر اقول ان طالما بي في بتساوي ان ار تي، لو جيت عملت differentiation للرول differentiation هتدي ايه؟ بي في ده تو variables في بعض، الاول في تفاضل الثاني بلس الثاني في derivative الاولاني، بيساوي ان ار ده constant دي تي ده عباره عن derivative التمبريتشر.
بس أنا أعرف إن الدلتا وورك بيساوي بي جي في. في جميع الأحوال الورك دلتا دبليو بتساوي بي جي في. تساوي لو أنا جبت بي جي في هنا هتساوي إن أر دي تي ماينس في جي في. أبدأ بقى أخصص كلامي أو أرجع للتخصص اللي أنا قلته. كونستانت إيه؟ بريشر. يبقى الورك بيساوي بي جي في بيساوي إن أر دي تي ماينس زيرو، لأن هنا البريشر ما بيتغيرش. يعني ساعتها أقدر أقول إن الورك إن أر دي تي، تمام؟ إن أر في دي تي. طيب تعالى بقى نعوض في الرول ده، وما تنساش الرول ده عام، بس أنا بدأت أخصص كلامي، اشتغلت على بروسيس كونستانت بريشر. الدلتا كيو هعوض عنها بإن سي بي دي تي. الجي يو ده اللي أنا بدور عليه. الورك أثبت إن هو إن أر دي تي. طب تبقى الجي يو عبارة عن إيه؟ إن سي بي دي تي ماينس الإن أر دي تي. آخد الإن ودي تي عامل مشترك، يبقى عندي سي بي ماينس أر. طب ما هي سي بي ماينس أر هي سي في. مش إحنا قايلين قبل كده إن سي بي بتساوي سي بي ماينس سي في بتساوي ار؟ تبقى سي بي ماينس ار هي سي في. يعني بالعربي طلع لي نفس الرول، جي يو بتساوي ان سي في دي تي. يعني واضح ان الرول ده فعلا يستخدم في الكونستانت بريشر بروسيس، يستخدم في الكونستانت فوليوم بروسيس، يستخدم في الادياباتيك. ولو كان عندكم وقت كنت استنتجته لكم من أدياباتيك بروسيس. يعني بيستخدم في أي عملية، لأن اليو لا تعتمد على نوع العملية، state function. تمام؟ لاحظ حاجة، بروسيس function دلتا كيو دلتا دبليو أقدر أسميهم باث functions، ودول بيعتمدوا على مسار الكيرف، بينما الجي يو ستيت فانكشن. تمام. سؤال دلوقتي، البروسيس فانكشن تعتمد على ايه؟ قلنا بتعتمد على نوع العمليه، بس بيني وبينكو انا ليا راي هنا في ايه. لو واحد قال لك احسب لي الورك، اول ما يقول لك احسب لي الورك انت هتساله ايه هو نوع العملية؟ قال لك ان نوع العملية constant pressure. اول ما قال لك ان نوع العملية constant pressure، فانت على طول هتقوم راسم straight line. تمام؟ لان العملية الكونستانت بريشر تتمثل بخط افقي. والله هو افقي يعني، يعني كويس، لان البريشر الابتدائي والبريشر النهائي ذا سيم. طيب قال لك احسب لي الورك، انت عارف ان الورك هو الاريا تحت الايه؟ الكيرف. تمام. بس انت لازم تساله منين لفين، يعني مين الانيشيال فوليوم؟ هنا مثلا في 1، وهنا مثلا في 2. يبقى ساعتها الورك هو الاريا دي. تمام. يعني برضو لازم تعرف البدايه والنهايه. يعني بيني وبينكو البروسيس فانكشن في رأيي أنا تعتمد على حاجتين، تعتمد أولا على نوع العملية، عشان كده رسمت straight A line، وتعتمد كمان قيمة الورك يعتمد كمان على البداية والنهاية. تمام. على فكرة جي في 1 وجي في A 2، يعني دي عملية إيه، تسخين ولا تبريد؟ الفوليوم هنا كان بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد.
يعني دي عملية تسخين تحت ثبوت الضغط، heating at constant pressure، تمام؟ لأن طبعا لما بتسخن بيحصل تمدد، وهنا الفوليوم زاد، يبقى معنى كده إن ده كانت عملية تسخين تحت ثبوت. لو كان هنا ال1 وهنا ال2 يعني الفوليوم بيقل، كانت تبقى عملية تبريد cooling at constant pressure، تمام؟ المهم الجزء ده ايه مش مهم، انت بالنسبة لك البروسيس فانكشن تعتمد على نوع البروسيس اساسا، انا بقى بضيف ليها او بحب اضيف ليها انها كمان تعتمد على الانيشيال والفاينل ستيت، بينما الستيت فانكشن فقط تعتمد على الانيشيال والفاينل ستيت. طيب فكرة تانية برضو نتكلم عليها، سي بي ماينس سي في بتساوي ار، وكنت قايل لك ان سي بي على سي في بتساوي كونستانت اسمه جاما. لو جيت على الرول ده وقسمت الاطراف كلها او قسمت كله يمين وشمال على سي في، طبعا مفيش حاجه تتغير، الرول ما يتغيرش. سي بي على سي في اقدر اعوض عنها بجاما ماينس سي في على سي في واحد تساوي ار على سي في، يبقى معنى كده ان السي في بتساوي ار على جاما ناقص واحد، سي في تساوي ار على جاما ناقص واحد. الريليشن دي دايما انت بتستخدمها في حل البروبلمز، دايما في البروبلم بيدي لك الار والجاما، وانت علشان تحل البروبلم محتاج السي في والسي بي. انا اثبتت لك ان السي في بتساوي ار على جاما ناقص واحد، طب والسي بي؟ هتقولي طب ما هي السي بي من هنا بتساوي جاما في سي في، اللي طلعته هنا ده سي في لو ضربته في جاما يطلع هو ده سي بي. يعني انا جبت لك سي في وسي بي بدلالة مين؟ جاما والجاس كونستانت اللي هو ار. مهم قوي الريليشنز دي، دايما بتتحل بيها البروبلمز. هنبدأ نتكلم على البروسيسز اللي هي بقى الأساس في البروبلمز في الهيت في الثيرموداينامكس. عندي أربعة بروسيسز، هنبدأ ناخد كل بروسيس كده وندرسها بدقة، تمام؟ ومش هنقول أي شيء جديد، ده يعتبر تجميع للي احنا قلناه قبل كده. أول بروسيس هنتكلم عليها اللي هي constant volume process، اللي هي تعتبر أسهل عملية، فيها ال V constant، ونعرف إن ال PV بتساوي nRT، ال R وال N وال V ثوابت، ال N وال R دايما ثوابت، وهنا أنا في البروسيس دي مثبت الفوليوم، يبقى عندي البريشر بيتناسب دايركت مع التمبريتشر، يعني بريشر 1 على بريشر 2 يساوي تمبريتشر 1 على تمبريتشر 2، تناسب طردي. طبعا ده يفيدني لما يكون عطيني 3 وطالب الرابع، اي 3 يدهم لي اقدر اجيب الرابع، طالما اني قال لي ان العمليه كونستانت فوليوم. طيب نبدا نجيب الورك، الورك انتجريشن بي دي في، وطالما الفوليوم ثابت الدي في بزيرو يبقى الورك بيساوي زيرو. طيب بعد الورك نجيب دلتا يو، دلتا يو مش بفكر، لأن دلتا يو given by one rule، هو رول واحد للدلتا يو بدون تفكير، بكتبها ان سي في تي 2 ماينس تي 1 على طول. طيب الدور على الهيت، الهيت بقى لازم افكر، لأن الهيت بتعتمد على نوع البروسيس، وعندي هنا البروسيس نوعها ايه؟ constant volume، يبقى الرول اللي اختاره للهيت ان سي في تي 2 ماينس تي 1. وعلى فكره اللي تشيك اللي تعمله ان الورك لو اتجمع على الدلتا يو لازم يدي الكيو، ما هو ده الفيرست رول اوف ثيرموداينامكس، ورك بلس دلتا يو يساوي الهيت كيو. لو حبيت امثل البروسيس على البي في دايجرام، عندي هنا الفوليوم ثابت يبقى لازم يكون vertical line، لو هنا 1 وهنا 2
لو هنا الانيشال ستيت وهنا الفاينال ستيت يبقى دي عملية هيتنج، لأن بالتسخين البريشر بي إيه؟ بيزيد. يعني لو جبت غاز في علبة مقفولة وبدأت أسخنه، كل ما سخنت البريشر بتاعه بيزيد، تمام؟ أما لو كانت الانيشيال فوق والفاينل تحت، يعني البريشر بيقل، فدي عملية كولينج، كولينج at constant volume، تمام؟ طيب العملية الثانية constant pressure process، ال P هنا constant، وانا عارف ان ال PV تساوي NRT، ال N وال R اساسا ثوابت، بس انا هنا كمان مثبت ال pressure، يبقى ال volume وال temperature مع بعض بيتغيروا direct، يعني volume 1 على volume 2 يساوي temperature 1 على temperature دايركت ما بين ال V وال T. طيب نبدأ نجيب ال work، ال work in general PdV وال integration من initial volume ل final volume. استفيد ان ال pressure constant، اطلعه بره ال integration، يبقى PV2 minus V1. ال B في ال V2 اقدر اشيلها واكتب NRT2، ال PV1 اقدر اشيلها واكتب NRT1، يعني طلعت صورتين لنفس الرول اللي بيدي الورك في الكونستانت بريشر بروسيس، تمام؟ على فكرة اشمعنى البريشر مش كاتب عليه لا 1 ولا 2؟ لأن العملية دي كونستانت بريشر، يعني ال P1 هو نفسه ال P2، تمام؟ على فكرة أنا بجيب الورك ولا الانفينيتيزمال الورك، يعني الورك كله ولا جزء من الورك اللحظي؟ انا بجيب الورك كله، علشان كده عملت انتجريشن ولا لأ، وطلع الورك في النهاية NRT2 minus T1، ده عشان العملية constant ايه؟ pressure. لو تفتكر لما جيت رسمت لكم حتى بايدي هنا البروسيس دي كانت ايه؟ constant ايه؟ pressure، مش كده؟ اللي هي بتتمثل بستريت ايه؟ لاين، هوريزونتال مش فيرتيكال. وبرضو لو تفتكر هنا لما كنت بتكلم على بروسيس كونستانت بريشر، طلع الدلتا دبليو ان ار دي تي، ان ار دي تي، يعني لو عايز الورك كله تبقى ان ار تي 2 ماينس تي 1، ده لان العمليه كونستانت ايه؟ بريشر. فعلا العمليه الكونستانت بريشر اثبتت بطريقه تانية ان الورك التوتال ان ار تي 2 ماينس تي 1. طيب بعد الورك نجيب الدلتا يو، دي بتتكتب بدون تفكير ان سي في تي 2 ماينس تي 1، تمام؟ طب بالنسبه للهيت، دي لازم نفكر فيها، لان الهيت بتعتمد على نوع البروسيس، والبروسيس عندي هنا constant pressure، يبقى ال Q NCP T2 minus T1، يبقى جبت ال work وال delta U وال Q. اللي تشيك بقى اعمل ايه؟ لو جمعت ال work على delta U، ال work على delta U لازم يطلع Q، لما اجمع ده بلس ده يطلع ده، ال N تروح مع ال N مع ال N، القوس مع القوس مع القوس، يتبقى عندي ان ال R plus ال CV تساوي ال CP، اللي هي relation CP minus CV تساوي R، اثبتناها في ال constant pressure A process، تمام؟ هو ده الاثبات بتاع ان CP minus CV بتساوي R. يمكن انا لما استنتجت الديو بطريقة مختلفة اعتمدت على الرول، كأن الرول ده معروف in general CP minus R، حطيتها بCV، تمام؟ وجيت في العملية الكونستانت بريشر اثبتت لك الرول ان CP بتساوي R plus CV، ده الاثبات
بتاع ان سي بي بتساوي ار بلس سي في. يمكن اللي قبل كده بتاع دي يو ده يعني ممكن نسميه تلفيق عشان بس اثبت لك ان دي يو تعطى من رول واحد، مهما كان نوع العملية فالدي يو تعطى من نفس الايه الرول اللي هو ان سي في دي تي. طيب لو حبيت العملية الكونستانت بريشر امثلها، هتتمثل بستريت هوريزونتال لاين لان البي 1 هي نفسها البي 2. لو كانت ال1 على الشمال وال2 على اليمين فهنا في اكسبانشن، واللي بيعمل الاكسبانشن اللي هو مين؟ التسخين. heating at constant pressure. طيب لو كانت ال1 هنا وال2 هنا فالفوليوم بيقل، يعني ده compression يعني انكماش، يبقى بعمل cooling. ما هو طبعا كل ما اتبرد يحصل انكماش للايه؟ للغاز. تمام؟ طيب يبقى احنا كده خلصنا العمليتين السهلين اللي هو constant volume و constant ايه؟ pressure. قبل ما نتكلم على العمليتين الباقيين ممكن ناخد بروبلمز كده لكسر حدة الملل، او على الاقل علشان نعرف اللي اتكلمنا عليه ده يترجم ازاي لبروبلمز. اول بروبلم هنحلها ودي حاجات سهلة جدا اللي هي 9 و10 ده في البوكليت بتاع اس اس بي في اعدادي، هي 41 و42. بيقول لك بروسيس كونستانت بريشر والبريشر عندها 180 كيلو باسكال، ده البي 1 اللي هو في نفس الوقت بي 2. الجاز كولد وكمبرزد، تمام؟ فالفوليوم اتغير من 1.7 ل 1.2، يعني الفوليوم قل من 1.7 متر كيوب الى 1.2 متر كيوب. الانترنال انرجي قلت بمقدار 140 كيلو جول. طبعا الصياغة هنا مش دقيقة قوي، هو بيقول لك cold and compressed. compressed دي يعني ضغطه يعني الضغط زاد، لا هو بيقول لك الضغط هنا ثابت، يعني كان يقدر يقول ايه cold اتبرد فحصل انكماش للايه للغاز. المهم عايز الورك، الدلتا يو عطيها لك، بيقول لك ان الانترنال انرجي قلت 140 كيلو جول، فعشان كده حطيت هنا ماينس، الانترنال انرجي قلت يبقى لازم بالماينس. الفي 1 اهو والفي 2 اهو جيفن في البروبلم، البريشر الثابت 180 كيلو باسكال. طبعا الورك في حاله الكونستانت بريشر بيساوي بي في 2 ماينس في 1، عوضت بالبريشر اللي هو الثابت الفي 2 1.2 متر كيوب ماينس الفوليوم في 1، قدرت اطلع الورك. والورك بالنيجاتيف طبعا لان الفوليوم بيقل انكماش وليس تمدد، طلعته بالجول قسمته على 1000 طلع بالكيلو جول. المطلوب الثاني كان عايز الهيت، والله انا عارف ان الهيت بتساوي الورك بلس دلتا يو ان جنرال، ده الفيرست رول. عوضت بالورك عوضت بالدلتا يو والاتنين بالماينس، طلع عندي ماينس 230 كيلو جول ريموفد. طبعا ريموفد ما هو قايل لك من البداية ان الغاز كولد، تمام اتبرد، يبقى ريموف الهيت منه يعني الكيوب الايه بالنيجاتيف. بروبلم كمان اللي هي 15-16-17 للاس اس بي 47-48-49 في كتاب اعدادي اللي هو العام، عطيلك ان عدد المولز ربع مول من غاز، جاما بتاعته جيفن 1.29، التمبريتشر الانيشيال 300 كلفن، كان عاطيها لي بالسيلسيوس حولتها للكلفن. بيقول لك الغاز هيتد برضو ات كونستانت بريشر والبريشر كان ثابت عند 10 تو باور 5 حتى اصبحت التمبريتشر 127 يعني 400 ديجري كلفن، يعني التمبريتشر زادت. ما طبعا ما انا عملت هنا ايه تسخين المره دي، تمام heating at constant pressure.
أول حاجة عايزها الورك، أنا أعرف الورك بي في 2 ماينس في 1، بس أعرف كمان إن الورك في نفس الوقت إن آر تي 2 ماينس تي 1. أستفيد إن الـ N given، الـ R constant لازم بيديهولك في كل البروبلمز، التي 2 التي 1 عوضت عنهم طلع الورك بالجول. المطلوب التاني كان عايز دلتا يو، ان سي في تي 2 ماينس تي 1. استفيد بقى ان السي في بتساوي ار على جاما ناقص 1، ده الرول اللي انا استنتجته وقلت لك مهم انك تعرف الرول ده، سي في بدلاله ار وجاما. ان عطيها لي، ار كونستانت بيدهولي، جاما هنا برضو كانت جيفن، والتي 2 والتي 1 اعوض بيهم قدرت اجيب دلتا يو. المطلوب التالت كان عايز الهيت، جمعت الاتنين طلع لي الاي هيت، والهيت طبعا هنا طلعت بالبوزيتيف بالجول، هو كان طالبها بالكيلو جول حولتها قسمت على 1000، والكيو طبعا بالبوزيتيف لان البروبلم عباره عن هيتنج. تمام، يعني هي بروبلمز كلها بتبقى تعويض مباشر. المهم بقى، ملحوظه مهمه نفكر فيها، يقول لك ان الهيت added to one mole of an ideal gas to increase the temperature بتاعته درجة واحدة at constant pressure is greater than، أكبر من الهيت اللي added لبرضو واحد مول نفس الكمية من نفس ال ideal gas نفس الغاز علشان أزود ال temperature بتاعته واحد كلفن. طب ليه أكبر بقى؟ ليه أكبر؟ لو انا حطيتها بالرولز، دلتا كيو بتساوي ان سي بي دي تي، ده الهيت ادد ات كونستانت بريشر، والدلتا كيو ان سي في دي تي ده الهيت ادد ات كونستانت فوليوم. درجه واحده بزودها يعني تغير التمبريتشر ب 1، واحد مول بشتغل عليه لنفس الغاز ان وان ب 1، تبقى دلتا كيو في حالة الكونستانت بريشر أكبر من دلتا كيو في حالة الكونستانت فوليوم. لو سألتك ليه هتقول لي طبعا لأن السي بي أكبر من السي في، ده المنطقي، ده الرياضة بتقول كده إن السي بي أكبر من السي في، فالدلتا كيو at constant pressure أكبر من دلتا كيو at constant فوليوم. لكن فيزيكالي بقى كفيزيكس يقول لك إيه؟ إن الدلتا كيو at constant pressure الهيت اللي انا بديها للغاز at constant pressure بتستخدم في حاجتين. اول حاجة بتستخدم تزود الـ internal energy بمقدار ان سي في دي تي، والجزء الثاني بيستخدم to do work، بذل work. يعني at constant pressure الهيت اللي بديها بتستخدم في حاجتين، تزود الـ internal energy ان سي في دي تي، و تستخدم في الورك كمان بتبذل ورك. بينما دلتا كيو at constant volume بتستخدم في حاجة واحدة فقط، increase ال internal energy بنفس المقدار ان سي في دي تي، تمام، لكن مفيش ورك بيتبذل لأن العملية constant volume. فالهيت اللي بتستخدم في حاجتين لازم تبقى أكتر من الهيت اللي بتستخدم في حاجة واحدة. تمام، انا يمكن مثلت الكلام ده بايه، اب عنده طفلين بيدي ده وبيدي ده، يعني بيصرف في مصرفين في ناحيتين. تمام، اب تاني ما عندوش الا ابن بيديله كمية معينة فبيصرف في حاجة واحدة، فده اكيد هيدفع اقل من ده، خاصة إن لو تقارن هنا إن سي في دي تي هنا برضو إن سي في دي تي، وطالما نفس الغاز يبقى السي في هي السي في، وطالما هسخن درجة واحدة الدي تي هي الدي تي، والإن هي هي واحد مول، يعني اللي بيتصرف هنا واللي بيتصرف هنا متساوي، بس هنا بقى في زيادة إن doing work، علشان كده دلتا كيو في constant pressure أكبر من دلتا كيو في constant volume. دلتا كيو بتتصرف على حاجتين، هنا الدلتا كيو بتتصرف على حاجة واحدة، نفس الحاجة الأولى اللي هنا
بنفس المقدار، يبقى هو ده مقدار الايه؟ الزيادة. تمام؟ كده خلصنا الكونستانت بريشر والكونستانت ايه؟ فوليوم. هنبدأ دلوقتي نتكلم على العملية التالتة، واللي هي العملية الايزوثيرمال. في العملية الايزوثيرمال عندي التمبريتشر كونستانت، وما ننساش دي العملية اللي بتتم ببطء شديد، وعندي هنا بي في بتساوي ان ار تي، ال ان وال ار اساسا ثوابت، وهنا التمبريتشر في العملية دي ثابتة، يبقى البي في الفي بتساوي كونستانت، يعني البريشر انفرس بروبوشنال تو الفوليوم، يعني في بينهم تناسب عكسي. يبقى معنى كده ان البي 1 على البي 2 تساوي الفي تي الفي 2 على الفي 1. دي العلاقة بين البريشر والفوليوم، وزي ما قلنا التمبريتشر ثابتة. لو حبيت اجيب الورك هنا ان ار تي لين في 2 على في 1، دي اللي عملنا لها استنتاج قبل كده. وهنا على فكرة أقدر أشيل الـ N والـ R والـ T، N R T هي B1 V1 وفي نفس الوقت هي B2 V2، ومش عايز أقول بقى التمبريتشر هنا ما كتبتش عليها لا 1 ولا 2 لأن التمبريتشر هنا ثابتة، يعني أنا عندي أكتر من صيغة لنفس الرول. طيب دلتا U، دلتا U هو رول واحد اللي بستخدمه N C V T2 minus T1، بس هنا التمبريتشر طالما ثابتة يبقى التغير فيها بزيرو، تبقى الدلتا يو بزيرو. دلتا يو بزيرو معناها ان الانترنال انرجي ثابتة والتغير فيها هو اللي بيساوي زيرو. ما هو ده تعريف الايزوثيرمال بروسيس، تمبريتشر ثابتة وانترنال انرجي ثابتة، التغير في التمبريتشر بزيرو يعني التغير في الانترنال انرجي بزيرو. في الحالة دي لو حبيت أجيب الكيو، أنا كان عندي رول للكيو at constant volume، وكان عندي رول للكيو at constant pressure، والكيو بتساوي زيرو دي لو أديابتك، بينما في الايزوثيرمال بروسيس ما عنديش رول للكيو، لكن أقدر أقول طالما الدلتا يو زيرو يبقى الكيو هي نفسها الورك، لأن الفيرست رول بيقول لك إن الكيو بتساوي الورك بلس دلتا يو، بس دلتا يو هنا بكام؟ بزيرو، يعني الرول اللي أنا قدامي ده هو نفسه الكيو، دبليو بتساوي كيو بتساوي إن آر تي، ممكن بدل في 2 على في 1 أكتب بي 1 على بي 2، يعني عندي أكتر من صيغة لرول الورك أو الهيت وهما الاتنين بيساوي بعض. على البي في دياجرام هنا البريشر مش ثابت ولا الفوليوم ثابت، يعني هنا مش همثل البروسيس بستريت لاين لا فيرتيكال ولا هوريزونتال، كيرف. الكيرف لو نازل لتحت يبقى ده اكسبانشن، الفوليوم بيزيد، ايزوثيرمال اكسبانشن، ولو الكيرف طالع لفوق البريشر بيزيد يبقى ايزوثيرمال كومبريشن. دي اللي هي الايزوثيرمال بروسيس. البروسيس الرابعة اللي هي الأديابتك، وأديابتك بروسيس اللي هي من تعريفها كيو تساوي زيرو، مفيش هيت ترانسفير، وما تنساش هي دي البروسيس اللي احنا قلنا عليها بتتم بسرعة كبيرة. طبعا لو حبيت أجيب الورك في الأديابتك أنا أعرف إن الورك بيساوي انتجريشن بي جي في، للبي ثابتة ولا الفوليوم ثابت ولا حتى التمبريتشر ثابتة، يعني في الأديباتيك بروسيس عندي البي والفي والتمبريتشر كمان التلاتة بيتغيروا، يعني مش هقدر اجيب الورك من الانتجريشن لبي جي في. طب نبدأ بالسهل، دلتا يو هو رول واحد لكل البروسيسز لكل العمليات ان سي في تي 2 ماينس تي 1، ومن تعريف البروسيس ان كيو بتساوي زيرو يبقى الورك ماينس دلتا يو، يعني الورك هو اللي تشينج في الانترنال انرجي بس بالماينس، يعني الورك ان سي في
اعكس هنا T1 minus T2. اقدر اجيب صيغة تانية لرول الورك في العملية الاجابتك، ال N زي ما هي CVR على جاما minus 1، وهنا البراكت T1 minus T2. ال N في ال R في T1 هي B1V1، والB2V2 ده بدل NR T2. يعني عندي كمان صيغة تانية دايما بتستخدم في البروبلمز تو جيت الورك في العملية الأجيباتك. صعوبة العملية الأجيباتك في الريليشن ما بين البريشر والفوليوم. في العملية الأجيباتك BV to power gamma بيساوي constant، وعلى فكرة اللي مرفوع to power gamma ده الفي مش البي في الفي، انا محطتش هنا براكت، يعني البي تو باور 1 في الفي تو باور جاما بيساوي كونستانت. وممكن نعرف نستنتج الرول ده فقط في العملية الايه الاجيباتك. وما تنساش جاما اللي كانت بتساوي سي بي على سي في، جاما اللي هي اكبر من 1. طالما انا ما اعرفش الكونستانت ده علشان استفيد من الريليشن دي، طبعا البي في الفي تو باور جاما والجاما اكبر من الواحد، يبقى ده انفرس بروبوشناليتي ما بين بي والفوليوم، يعني تناسب عكسي، يعني بي 1 على بي 2 تساوي في 2 على في 1 معكوسة اول تو باور جاما. اقدر من هنا لو عندي 3 حاجات اقدر اجيب الرابع، بس طبعا الرول ده لا يستخدم الا في العملية الاجيباتك. طيب لو انا كان عندي هنا بي في دياجرام، برضو الاجيباتك بروسيس بتتمثل بكيرف، لو كان نازل لتحت الفوليوم بيزيد اجيباتك اكسبانشن، لو طلع لفوق البريشر بيزيد يبقى اجيباتك كومبريشن. تمام، مش عايز اقول لك بقى adiabatic expansion يعني الورك هنا positive، وطالما الورك positive يبقى الدلتا يو negative، يعني الانترنال انرجي بتقل، يعني كمان التمبريتشر بتقل. بينما في الادياباتيك كومبريشن يعني الورك negative الفوليوم بيقل. طالما الورك نيجاتيف تبقى الدلتا يو بوزيتيف، يعني الانترنال انرجي بتزيد، وطالما الانترنال انرجي بتزيد يبقى التمبريتشر بتزيد. ده اللي قلنا عليه الادياباتيك اكسبانشن بيقابله ديكريز ان تمبريتشر، بينما الادياباتيك اكسبانشن بيقابله انكريز ان تمبريتشر. طيب الكلام اللي جاي ده مش مطلوب منك، بس هو اثبات للرول بتاع بي في تو باور جاما. لا سوري برضو الكلام اللي جاي ده للمعرفه فقط. بس ده ايه بقى؟ انت عندك الايزوثيرمال بروسيس بتتمثل بكيرف، والادياباتيك بروسيس برضو كمان بتتمثل بكيرف. اعرف التو كيرفز من بعض ازاي؟ يعني لو عندي تو كيرف اعرف مين الادياباتيك ومين الايزوثيرمال ازاي؟ هنعملها استنتاج بسيط. في الايزوثيرمال بروسيس اللي هي فيها التمبريتشر ثابته، بي في بتساوي كونستانت، لو عملت ديريفاتيف بي جي في بلس التاني في الديريفاتيف الاول في دي بي، الكونستانت الديريفاتيف بتاعته زيرو، يبقى البي في جي في تساوي ماينس في دي بي، تبقى الجي بي على الجي في تساوي ماينس بي على في. الكلام ده في العمليه الايزو ثيرمال. وطبعا الجي بي على جي في، جي بي باي جي في، ده يمثل السلوب. طالما انا راسم هنا البي مع الفي يبقى جي بي باي جي في ده يمثل السلوب، والسلوب هنا طلع بالماينس. طبعا
لأن الكيرف عامل كده، يعني inverse proportionality، تناسب عكسي. لما البريشر بيقل الفوليوم هو بيزيد، تمام؟ يعني الماينس دي ليها معنى ان في، يبقى قلنا الماينس سببها ان البي والفي تناسب عكسي مع بعض، ده يزيد ده هي ايه يقل. طيب بالنسبه للادياباتيك بروسيس، بي في تو باور جاما بتساوي كونستنت. لو جيت عملت ديريفاتيف البي اثبتها، تفاضل الفي تو باور جاما، جاما في تو باور جاما ماينس 1 في الجي في، بلس في تو باور جاما اثبتها، تفاضل البي يبقى جي بي الثابت، تفاضله يساوي 0. يبقى معنى كده ان بي جاما في جاما تو باور 1 في باور جاما ماينس 1 في جي في تساوي الترم ده، اوديه هناك بالنيجاتيف. لو جبت جي بي على جي في في طرف لوحدها هتساوي ماينس بي جاما في جاما تو باور ماينس 1 على في تو باور جاما، في جاما ماينس 1 على في جاما تطلع في ماينس 1 تنزل تحت، يعني جي بي باي جي في السلوب يساوي ماينس بي على في زي ده بالظبط بس مضروب في جاما. قلنا الماينس دي خلاص فهمناها، تمام، علشان التناسب عكسي وهنا برضو تناسب عكسي. مين بقى ليه سلوب اكبر؟ بي في في جاما اللي اكبر من الواحد سلوب اكبر من السلوب بي على في، يبقى اللي مايل اكتر اللي السلوب بتاعه اكبر هو الادياباتيك، بينما اللي السلوب بتاعه اقل ده الايزوثيرمال. اهو الايزوثيرمال ميله قليل، ده ميله اكبر، بكده اقدر اعرف الكيرف الادياباتيك من الايزوثيرمال. هنا بقى انا مش هعلق على اللي انا كاتبه، ده تلخيص للاربع عمليات: كونستانت فوليوم، كونستانت بريشر، ايزوثيرمال، ادياباتيك. رسمت كل بروسيس، علاقه بي وفي مع بعض، الورك، الهيت. لاحظ دلتا يو الرول ما بيتغيرش، يمكن هنا زيرو علشان تي 1 بتساوي تي 2 في العمليه الايزوثيرمال. ده ملخص كل اللي قلناه للعمليات الأربعة. هنا برضو الجزء ده البروف ده مش مطلوب، تمام، زي البروف اللي فات برضو ما كانش مطلوب، الاستنتاج مش مطلوب، بس كل انك تعرفه ان ميل الأدياباتيك مايل اكتر من الايزوثيرمال. الاستنتاج بقى ده استنتاج ان بي في تو باور جاما تساوي كونستانت في العملية الأدياباتيك. اعتمدت على ان دلتا كيو بتساوي زيرو، تبقى جي يو بتساوي سالب دلتا دبليو، جي يو ان سي في دي تي، والورك بي جي في. السي في عوضت عنها بار على جاما مقص واحد بتساوي سالب بي جي في. جيت على جنب هنا كتبت الرول بتاع ايديال جاز، عملت له ديريفاتيف، جبت التغير في التمبريتشر دي تي، جبته من التفاضل، اخدته عوضت بيه هنا، اهو اللي بين قوسين ده بي جي في بلس في جي بي على ان ار، ده هو ده عباره عن دي تي. جيت بعد كده الان والار راحوا مع الان والار، بقى عندي هنا علاقه بين البي والفي، علاقة تفاضلية. ممكن أبسطها أوصلها للصورة اللي قدامنا هنا، الجي بي أقسمها على البي والجي في أقسمها على الفي وأجي الماينس، أجي هنا أعمل انتجريشن، ماينس جاما ده ثابت، انتجريشن جي في على في بلن في، انتجريشن جي بي على بي بلن بي. وطالما الانتجريشن ده مش تكامل محدد ملوش ليميتس، فلازم تحط له كونستانت. انا ما بحطش كونستانت لو كان انتجريشن فروم 2 ل 2 ليميتس، لكن هنا ده انتجريشن من غير اي ليميتس،
فلازم تحط كونستانت، والكونستانت انا حطيته على هيئة لين كونستانت، على اساس ان لين المقدار الثابت بيساوي مقدار ثابت. جبت لين السي، لين الثابت بتساوي لين بريشر، وديت ده هناك بالبوزيتيف، عملت انفرس لين يعني قلبت اللين، بقى عندي السي بتساوي البي في الفي تو باور جاما. طبعا جاما في لين في هي لين في تو باور جاما، ده من خواص الايه اللين. ده بس علشان اثبت لك او اكد لك ان في الادياباتيك بروسيس ان البي في تو باور جاما بتساوي كونستانت. عندنا دي بروبلم 21 22 23 لاس اس بي 50 51 52 لاعدادي. عندي غاز الفوليوم الانيشال بتاعه 0.1، التمبريتشر الانيشال عطاها لي بالسلسيوس حولتها للكلفن، والبريشر بي 110 تو باور 5. حصل ادياباتيك كومبريشن يعني العمليه ادياباتيك تو 0.09 من الفي 1، معناها ان الفوليوم في 2 تسعة من مية من الفوليوم الانيشيال اللي هو 0.1. كده جبت ال V2. اعطيني جاما للجاز ده 1.4. اول حاجة طلبها الريشيو ما بين B2 وB1. طبقت الرول بتاع BV to power gamma بيساوي constant، B1 على B2 تساوي V2 على V1 to power gamma. عندي ال V2 وعندي ال V1 وعندي جاما، اقدر اجيب النسبة B1 على B2. اقلبها تطلع B2 على B1 اللي هو كان طالبها. بعد كده عايز الورك. طيب طالما انا عندي B2 بتساوي 29.111 B1، دي الريليشن ما بينهم، ما تنساش ان B1 كان جيفن، اقدر اطلع منه B2. وانا عندي الورك ان CVT1-T2 ده في الادياباتيك اللي هو دلتا يو، بس ايه معكوس لان الورك بيساوي ماينس دلتا يو. شلت السي في ار على جاما ناقص واحد، ان ار تي 1 هي بي 1 في 1، ان في ار في تي 2 هي بي 2 في 2. يعني استخدمت الصيغه دي لرول الورك، عوضت قدرت تجيب الايه الورك. اخر حاجه طالبها في البروبلم دي التمبريتشر الفاينل. انا اعرف في كل حاجة في كل عمليات الغاز بي في على تي بتساوي ثابت، لان البي في الفي على التمبريتشر بتساوي ان ار، والان ار ده ثابت. بي 1 في 1 على تي 1 بتساوي بي 2 على في 2، بي 2 في 2 على تي 2. لو كانت العملية كونستانت فوليوم كنت شلت الفي مع الفي، لو كانت كونستانت بريشر كنت شلت البي مع البي، لو كانت كونستانت تمبريتشر ايزوثيرمال يعني كنت شلت التمبريتشر مع التمبريتشر. لكن هنا ادياباتيك البي والفي والتمبريتشر التلاتة بيتغيروا، عندي البي 1 عندي الفي 1 والتمبريتشر تي 1، عندي البي 2 عندي الفوليوم 2، اقدر اجيب التمبريتشر تي 2. تمام، بس هنا خد بالك التمبريتشر لازم بالكلفن، عشان كده التي 1 اللي اعطيها لي حولتها الكلفن، والتي 2 اللي طلعت برضو بالايه بالكلفن. اخر بروبلم عندنا 5 تايمز 10 تو باور ماينس 3 كيلو مول من ايديال جاز، جاما بتساوي 1.3. انيشيالي عند 2 تايمز 10 تو باور 5 باسكال، ده الانيشال بريشر، اند اوكيوباي يعني واخده فوليوم 100 سنتيمتر كيوب. تمام، از كومبريسد ايزوثيرمالي يعني نوع العمليه ايزوثيرمال، تو هاف اتس انيشال فوليوم لنص الفوليوم الاصلي. عايز الورك وعايز يجيب السي بي. في البروبلم دي انا فهمت انها ايزوثيرمال. طيب ان هنا النمبر اوف مولز، ك
كيلو مول يعني أضربها في 1000 تطلع 5 مول، يعني هو عطيني ال N بخمسة مول. عطيني P1 2 في 10 to power 5 باسكال، عطيني الفوليوم V1 وحولته ه لمتر كيوب، قايلني الفوليوم الثاني الفاينل سوري فوليوم نص الفوليوم الأولاني، يبقى هو ده الفاينل فوليوم. طالما العملية ايزوثيرمال يبقى الورك بيجاب من الرول ده ان ار تي لين في 2 على في 1، ما اعطانيش الانيشال تمبريتشر اللي هي نفسها الفاينل تمبريتشر لان العملية ما تنساش ايزوثيرمال، ما اعطانيش التمبريتشر. طيب ما انا عندي الان في الار في تي هي بي 1 في 1، وهرجع للمرة الاخيرة التمبريتشر ما حطيتش عليها لا 1 ولا 2 لانهم متساويين ايزوثيرمال. عندي البي 1 وعندي الفي 1 لين الفي 2 على الفي 1، كده طلعت الورك. وعلى فكرة الورك اللي انا طلعته ده ماينس لان ده كومبريشن مش اكسبانشن، والورك اللي انا طلعته ده في نفس الوقت هو الهيت لان في العملية الايزوثيرمال كيو بتساوي دبليو. عايز سي بي، دي سهلة قوي، جاما في ار على جاما ناقص واحد تطلع لك السي بي، والار دايما زي ما قلت لك بتبقى جيفن في اي بروبلم، وهو عطي لك هنا جاما. تمام؟